الله فرجها عليك وزالت همومك، ومن يفرج الهم غير الرب سبحانه، واستبشرت دنيتك وازدانت علومك، من عقب طول العنا والهم واحزانه، لو قلت لي من الفرح طاير فلا لومك، وتشرعت للفرح والسعد بيبانه، الياس واللهبة وازدادت عزومك، هذه طباع الذي واثق بإيمانه. الله فرجها. السلام عليكم، أنا الأخت ينزهة. نزهة كانت تعاني بزاف من أمراض ومن سميتو الحريق، من الناس من سميتو، والحمد لله الحالة ديالها تحسنات، ماشي ما بقاش بحال الحالة اللي كانت. وتنشكروا الدكتور وتنشكروكم انتم، والحمد لله ونشكروا لله. تتوصل واحد الدرجه اللي تتوصل تتبقى تتبكي، تتوصل حتى واحد الحاله ما تتقدرش على البرد، ما تتقدرش على الشمس، ما تتقدرش على بزاف د الحوايج ما تتقدرش عليهم. وكانت تطيح بزاف، المهم تطيح صافي، تتبدا توصل لواحد الدرجه اللي كانت تطيح تتبدا تتنتاق وداك الشيء. السلام عليكم، سميتي الختي رينزا. كنت مريضه بالمس والسحر والعين وبزاف ديال الامراض، ماشي غير المس والعين والسحر، معاناة كثيره. منها لي سينيزيت، حيت جاتني واحد لي سينيزيت، جاتني قاصحه شويه، وديك لي سينيزيت دارت ليا واحد الالتهاب في الحلق ديالي، وداك الالتهاب اثر لي على الحلق وعلى داك جيوب الانفيه وهاد الحلق ديالي وداك الشيء. والحمد لله خديت الدواء، مازال شفت الطبيب وداك الشيء، ولكن غير بحال دول دوك الادويه وداك الشيء غير مكمل وصافي. مره كنت تاخذ داك الشهر ولا 15 يوم كي نفس الاعراض، نفس الحريق. التشخيص تيقول لي عندك واحد الميكروب هنا مازال في جبهتي وهكا في الانف ديالي وداك الشيء، ولكن هو داك الشيء كله الاعراض ديالو غير المس والسحر، وما دار لي ديك الاعراض كامله. المس والسحر اكتشفته كان مت رجل اختي، ومن تما صافي وليت كنمراض، وليت هكا كان غياب وداك الشيء صافي. من موراها صافي مرات وليت معاناه كثيره. كان عندي اخذ ورد بحال داك المس ما كيبغيش ليا داك الرقيه الشرعيه وداك الشيء، ملي كنديرها كنزير بزاف، كنزير ما كنقدرش. خصني الا ما زيرتش بحال مثلا يزيروا عليا العائله وداك الشيء، يقول لي لا ضروري خصك تاخذي داك العشب، ضروري خصك تكمليهم، نقدر نستغنى عليهم وما نكملهمش. حيت الجرعه الاولى والثانيه الثالثه الرابعه صافي جاتني قاصحه بزاف، وليت حريق الراس بزاف. دك تقول دوك المعاناه تراكمت، زاد تراكمت بحال اللي تقول راه ولات، الا كانت 5% ولات 10% ولات، سبحان الله. ملي الا ما صبرتيش ليها ما تقدرش تكمل، سبحان الله. والحمد لله المركز ديال السلا، انا كان عندي اخ درد ما بغيتش، مازال كانت قالت لي الاخت ديالي ضروري خصك تاخديها، ضروري، مازال بقات كتزير عليا تقول لي ضروري خصك تاخديها. والزوج ديالي حتى هو واحد النهار كنا مشينا نيت واحد السبيطار وداكشي، قال لي راه عندك داك القيح وداكشي مازال تيتراكم، كناخذ الدواء ما كيدير ليا والو داك الدواء صافي. هو يقول لي الزوج ديالي قال لي ضروري خصك تاخذي المكملات ديال الدكتور هاشمي صافي. داك النهار مشينا غندير الكونترول، ما درش الكونترول صافي، دزت من تما صافي، طلبت البنات وداكشي الله يجازيهم بخير، فاتحه وصباح زعما نصحوني. قال لي كاين الدواء ديالك، انا مشيت عرفتي صافي من نهار وداك الشيء، قال لي كاين الدواء ديالك الحمد لله، علاش تخلعي علاش تخافي، زعما كاين مكملات الحمد لله، الناس كثار منك وتشافات صافي. الحمد لله خديت دوك المكملات، جبت ديك الجرعه الاولى، دفعت بحال هكا الاثنين الاربع خديتها، الاربع خديتها زعما الحمد لله والشكر اليه. خديتها قول ديك 15 يوم الاولى دازت عندي قاصحه بزاف، 15 يوم الاولى دازت قاصحه بزاف وصافي. ديك من موراها خديت الثانيه والثالثه والرابعه قاصحه بزاف صافي، وحبس صافي، قررت نحبس. قال لي الزوج ديالي ولا الاخت ديالي وداكشي، قالت لي لا ما يمكنش تحبسي صافي. قالت لي زعما بزاف ديال الاعراض بديتي كتشافي منهم، حيت كان لي الحريق بزاف في يدي وفي الرجل ديالي، كتتشلل عليا صافي، كنحس بالحريق، الموت الحريق صافي، والحريق في راسي، وهاد لي سينيزيت دارت ليا الحريق بزاف هنا صافي. قالت لي اختي مازال تكملي، قلت لها صافي غنحبسها، قالت لي لا مازال غادي تكملي. والزوج ديالي حتى هو قال لي مازال خصك تكملي، حيت الحمد لله كانت فيا واحد السخفه كتشدني، ما بقاتش ملي خديت دوك الجرعات الاولين، كانت عندي واحد السخفه
كان دائما انا كنوقف ما كنقدش فاشله ما كنقدر ندير والو الدوخه والاعصاب فاشله ما قد ندير والو والحمد لله خديت دوك المكملات بعدها والحمد لله بعد هاد الاعراض ديال لي سينيزيت بعدا عاودت واحد الراديو مؤخرا قال لي ديك لي سينيزيت الحمد لله ما بقاتش بدات كتنقى شويه الحمد لله مؤخرا صافي جاتني واحد الورم هنا حاد داك ولسيس يقول كل سيس جوج ولسيسات هنا صافي درت عليهم واحد ليكوغرافي قال لي عندك التهاب حاد ولكن دار لك واحد الورم الحمد لله عاودت خديت عليهم جوج جرعات الحمد لله جاب حسيت ملي الراديو داك الاخر واحد لي ريم درتو قال لي الحمد لله الحجم ديال مهبط مؤخرا قالت لي الطبيبه دارت لي اكتشفت لي ليكوغرافي قالت لي الحمد لله مزيان ما صافي بحال تقول داك الورم بدا كيزول بدا كيزول انا دوك سميتو الدواء شنو نقول لك بشي ترشي ما نقول لك 10 ديال الاطباء اكثر 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 ما كايناش النتيجه بحال تقول مهدي وصافي ديك شهر ولا 15 يوم كيتعاود لك داك الحريق نفس الحريق نفس الالام نفس نفس المعاناه كتبدا وداك الوسواس كيشدك بحال داك انت كتفكر بداك المرض وداك الوسواس كيزيد سبحان الله ما كتبقاش تنعس ما كتبقاش ترتاح ما كتبقاش وهكا كانت ديك التنخيمه كترجع ليا في داك الدم بزاف الحمد لله كلهم بقاو تيشجعوني تيقول لي خصك ضروري حيت شافوا بزاف ديال الاعراض بحال الاخوات ديالي وداكشي بزاف ديال الاعراض بحال لي سينيزيت مشات بحال واحد الحركه اللي في ظهري بزاف مازال ما بقاش بحال وكان واحد التشنج في رجلي وفي يدي الحمد لله زال ما بقاش صافي بداو كيشجعوني قال لي ضروري خصك تكملي ضروري حيت شحال من واحد تيقول لك داكشي راه ما كاينش حيت بزاف الناس انا واحد السيده نيت في المسجد قالت لي شوفي دوك العشوب قالت لي بلا ما تكملي بلا ما تاخديهم وصافي قلت لها صافي انا توكل زعما وكلت امري الله والحمد لله صافي وخديت دوك المكملات مازال كملتهم وراه كاينه معاناه بنادم العائله ملي تيشوفك مريضه وداكشي راه تما تيحسوا واحد سبحان الله واحد ارتياح ما كاينش في الدار تيجيو تيلقاوك مقلقه معصبه وداكشي راه كيبقى فيهم الحال كيبغيو سبحان الله فيما جاو تيبغيوك يلقاوك في احسن حله الحمد لله استقبال الحمد لله والشكر الي زعما صراحه البنات زعما اللهم بارك زعما استقبال زعما بغيت نقول لك تيستقبلوك بحال اللي كيستقبلوا شي واحد ضيف عندهم عائلتهم ولا شي واحد ضيف عندهم البنات كلهم البنات كلهم وبالاخص اختي صباح وفتيحه الله يجزيهم بخير واحد النهار مشيت ولقيت اختي فتيحه صافي وبقيت تنبكي قلت لها شوفي انا عييت وصافي وحسيت براسي نهاري صافي بقيت تنبكي وداكشي صافي وقالت لي شوفي الحمد لله قالت لي كاينين الناس بزاف الحالات بحالك وتشافوا علاش غادي تبقاي تبكي ومازال كتزيدي تكملي على راسك وداكشي وسبحان الله خديت ديك الجرعه ديك دفعتها بحال نهار الجمعه والاثنين رجعت ليها الاثنين رجعت ليها جبتها قالت لي وهي تعيط لي مسكينه من موراها قالت لي شوفي واش شويه قلت لها راه الحمد لله دوك الاعراض راه زعما مازال باقين من مورا واحد 15 يوم ولا شهر هكا كتحس براسك وليتي كترتاح وليتي كتنعس الحمد لله وليتي كتاكل مزيان حيت كان عندي داك الدواء نفخ ليا البطن ديالي وداكشي ودار لي التهاب في الجهاز الهضمي ما بقيتش كنقد ناكل ما والو من مورا هذيك الجرعه الرابعه الحمد لله وليت كناكل مزيان كنعس مزيان ملي عام اللي وليت نعس مزيان راه الحمد لله هذاك فضل من عند الله سبحانه وتعالى الحمد لله وكنقول للناس بحال هكا ما يبقاوش يحكموا هما ما جربوش كان زعما كنقول للناس بلا ما تحكموا وانتم ما جربتوش ياخذوا بعدا المكملات ديال الدكتور هاشمي حيت سبحان الله فيها واحد الشفاء سبحان الله ما شاء الله حيت دوك الاعشاب طبيعيه ما كتحس ما كيحرقوك لا في المعده لا في المسار لا في شي حاجه بحال سبحان الله واخا تاخذ حتى شي كميه هكا كثيره وداكشي ما كتحس سبحان الله حتى شي حاجه كضرك والحمد لله راه كتحس بالشفاء غادي سبحان الله شويه بشويه حيت هو سبحان الله تيقول لك المرض كيدخل بالغرام وتيخرج تيدخل بالقنطار تيخرج بالغرام لا بغيتي تخرجي بواحد المشقه بواحد المشقه وزعما كنقول الناس يتجهوا للمركز ديال الدكتور هاشمي زعما راه هذا الشيء كاين ماشي ما سبحان الله حنا جربنا العائله جرباته الحمد لله والشكر اليه تنطلبوا من الله يجيب الشفاء لجميع المسلمين واللي مريض الله يشافيه وسبحان الله اللي شافا الحمد لله على الشفاء ديالو وتنطلبوا الله يشفي الجميع السلام عليكم انا الاخت ديال نزا كنت تعاني بالمس والسحر والعين معاناه بزاف كانت تعاني كانت تمرض كانت تطيح مشات على الطبيب ما دار لها شي حاجه والو المهم بدا بقات مشات خضت الجرعه الاولى ضرتها شويه الثانيه ثاني هكاك
بقات مقاده شويه بشويه ولات الحمد لله تشافات الحمد لله. كنقول لهم هذا الشيء راه صحيح، انا بعد اي واحد اللي كان مرض كنعطيه العنوان ديال محمد الهاشمي، شحال من واحد صيفطو حيت عارف انا اصلا تنامن بهذا الشيء. صيفط خويا، صيفط لوستي، الزوج ديالي، اختي، وان شاء الله الله يجعل ربي يشافي الجميع. السلام عليكم، انا سميتي ضحى، الام ديالي تشافات من الامراض، وكنشكر نشكر الدكتور الهاشمي، وبالفضل ديال الدكتور الهاشمي الام ديالي تشافات، وكانت دازت من مرحله صعيبه، والحمد لله كنشكرها بالفضل ديال هاشم. من ميزته ابليس واخوانه في صحوتك تشتكي وتون في نومك، ترقب بصيص الامل والنفس شفقانه. الله فرجها عليك وزالت همومك من يفرج لها. وهذه رقيه شرعيه، هذه سبحان الله فيها واحد الشفاء ما شاء الله. غير انا شرجيتها في التليفون ديالي هكا، وسبحان الله كنت هكا دائما تندير لي الزيات هكا اللي كتخرج، مازال كتمشي للكونترول السبيطار وداكشي كنطلقها، كنكون كنخدم هكا كنخدم في الدار كنشقاو داكشي نوجد هكا للدار، كنطلق هذه لي زيات دائما في ودني هذه، والحمد لله والشكر اليه. سبحان الله القران فيه الشفاء، سبحان الله واحد الشفاء، شفاء من كل داء، شفاء من كل داء. وتنطلب الناس يلتجئوا للمركز ديال الدكتور هاشمي، حيت سبحان الله فيه رقيه شرعيه، بعدا فيه قران. سبحان الله علاش قران؟ سبحان الله الناس كيقول لك لا راه هادشي ما كاينش، هادشي كاين. انا جربته وشربته، منهم سميتو رجل اختي، منهم الاخ ديالي، انا منهم انا. وسبحان الله كان واحد السيده مسكينه كانت هي كانت مريضه، وقلت لها لا صورت انا خاتيري نزها، هي مسكينه كتسكن في القنيطره، انا كنقول ليها انا تشافيت والحمد لله، تنتمنى لها هي مسكينه الشفاء العاجل. وهذا الشيء سبحان الله رقيه شرعيه، راه ما شاء الله كتصنى لها بعدا واحد الارتياح، واحد الارتياح سبحان الله ما عرفتش كيفاش غنوصفه لك. زعما سبحان الله تتكون غير معصب وداك كتفكر بداك المرض ملي كديرو كتنسى داكشي كامل. الحمد لله وكنشكر الدكتور هاشمي جزيل الشكر، والله يصلحو والله يخلي لي وليداته، والله الله يزيدو واش هادشي. سبحان الله قليل هاد الشكر كله، قليل في حقه، قليل في حقه. راه سبحان الله راه ملي تيجي تعبر ما كتنسى كلشي، ولكن كنشكروه جزيل الشكر، جزيل الشكر. وتنتمنى لي يا ربي ترزقو من حيث لا تحتسب يا ربي. الله فرجها عليك وزالت همومك من يفرج الهم غير الرب سبحانه.